ناس كتير للأسف ما بيعرفوش يعملوا الأكلة دي صح. النهاردة هقولكوا على طريقة هتخلي طعمها زي السكر. الأول أنا قطعت بصلة مكعبات، يعني قطعها بأي شكل مش هتفرق، المهم هنقلتها مع ملعقتين زيت كده، وبعد دقيقة واحدة بالظبط هنكون مقطعين بطاطساية وحبة فلفل وحبتين ثلاثة من الجزر، يعني كتروا من الجزر براحتكم لأنه بيخلي اللون جميل جدا جدا بالإضافة لقيمته الغذائية العالية. هقلبكم كده مسافة دقيقتين وبس، مش أكتر من كده، وبعدين هضيف عليهم ملعقة صغيرة من السكر علشان اكرملهم. عايزة اقول لكم بتفرق كتير جدا جدا في الطعم. بقلبهم برضو يعني حوالي دقيقة واحدة بس، كل شوية بديهم تقليبة كده، انا يدوب كده محتاجاهم ان هم يتقلبوا مع بعض علشان يتطعموا من بعض. دلوقتي انا ضفت ملعقة كبيرة من الثوم المفروم وقلبتها معاهم في الوقت اللي انتوا هتشموا كده كوليكشن من الروايح، جميل جدا جدا. وبعدين انا كنت هنا غسله كوبايتين من العدس، العدس المصري غسلتهم كويس جدا، واغسلوا العدس كويس لانه بيكون فيه تراب كتير لغايه ما الميه تبقى كده شفافه ونقيه. لو الميه اتلونت يبقى العدس ده مغشوش وحاطين له لون صناعي. المهم هنقلبهم كويس مع بعض، والتقليبه دي مفيده جدا بتخلي الطعم ممتاز. بعد ما هقلبهم حوالي دقيقتين بالظبط بضيف عليهم الميه، طبعا هنضيف المية حسب الطلب. ودلوقتي انا ضفت شوية كمون، يعني حوالي نص ملعقة ونص ملعقة ملح، هغطيهم واسيبهم على نار هادية لغاية ما يستووا. هما تقريبا بياخدوا حوالي نص ساعة بالظبط. المهم اعرفهم استووا ازاي لما اضغط على البطاطس والجزر الاقيهم كده خلاص يعني زي الفل. هستنى لما يهدوا شويه وبعدين هاخدهم، يا اما هطحنهم بالهاند بلندر يا اما احطهم في الكبه او في الخلاط، اي حاجه متوفره تنفع. المهم مش هنطحنهم غير لما يهدوا شويه عشان الخلاط او الكبه ما تبصش منك. بعدين هرجعهم على النار في نفس ذات الحله. شايفين القوام بقى ازاي ناعم وكريمي؟ وزي اي ست مصريه اصيله لازم نضيف شويه ميه في الكبه وناخد باقي العدس اللي فيها، طبعا دي نعمه ربنا. المهم خلاص كده هرفعه من على النار بعد ما غلو، وبعدين هجيب طاسة واحط فيها ملعقتين زيت، وهاخد نص كوباية بس من الشعرية وهقلبها لغاية ما لونها يبقى دهبي خفيف كده، يعني ما تسيبوهاش لما لونها يغمق، وما تكتروش الشعرية اكتر من كده لان هي مناسبة جدا لكوبايتين العدس اللي احنا عملناهم النهاردة. وبعدين هنزل بيهم على العدس وهقلبهم مع بعض، وهسيبهم يغلوا على النار يعني حوالي دقيقتين وبس مع التقليب، لان الشعرية من الحاجات اللي ممكن تلزق في الحلة، وكمان هي مش محتاجين ان احنا نسويها اكتر من ربع تسوية، لان هي لما بتقعد في العدس لوحدها يعني بتستوي كده على البخار يعني، واحنا طافين النار خلاص هتكمل تسويتها براحتها، لكن لو سبتوها تغلي كتير هتعجن وممكن تلسك في الحله من تحت. خلاص كده انا رفعتهم من على النار وجبت الطاسه، هي برضو احنا تعبناها معانا النهارده، وحطيت فيها ملعقتين بس من الزيت، وبعدين قطعت بصلايه متوسطه وهنقلب البصله دي لغايه ما يبقى لونها ذهبي، وهنزل عليها بملعقه من الثوم المفروم وهقلبهم مع بعض. دلوقتي احنا هنعمل الطشه الجميله اللي هتعمل الفينيشنج الجميل اللي هيطعم الاكله بتاعتنا النهارده، ما تخلوش لونها يغمق يعني، احنا بنقلب فيها لغايه ما يبقى لونها كده. وبعدين الصلصه الجميله اللي احنا عاملينها مع بعض، شايفين الجمال؟ شايفين لما بنعمل الحاجات في البيت ازاي بنوفر. بعدين انا ضفت صلصه، طبعا تقدروا تكتروا او تقللوا في الصلصه على حسب الكميه اللي انتوا حابينها. ضفت شويه كمون وكزبره وفلفل اسود وملح بس كده، هي دي كل التوابل بتاعتنا النهارده. مش قلت لكم الاكله بتاعتنا مصريه اصيله؟ اضيفوا طبعا الملح حسب الرغبه. بقلبهم شويه مع بعض كده علشان يتسبكوا مع بعض، وبعد ما تتسبك الطشه الجميله بتاعتنا دي هاخد نصها بالظبط هضيفه على حله العدس وهقلبهم كويس مع بعض. النص التاني انا هقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. القوام بتاع العدس ما تخلوش ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني خير الامور الوسط. دلوقتي انا رجعت الطاسه على النار، واول ما سخنت الطشه الجميله بتاعتنا دي هجيب شويه خل، يعني حوالي 3 ملاعق، طبعا لو عايزين تزودوا الكميه دي براحتكم. هسيبهم كده يتسبكوا مع بعض برضو، ولو حابين في المرحله دي تزودوا الصلصه ممكن تزودوا، يعني انا حسيت ان هي قليله فزودت ملعقتين صلصه كمان. وبعدين ممكن نخففها بالميه، خففوا شويه شويه يعني علشان ما تخفش منكم كده من غير ما تاخدوا بالكم، يعني احنا بنزود ملعقه ملعقه. وبعدين بقلبهم على النار، واول خلاص كده ما يتسبكوا مع بعض خلاص كده انا اشيلهم من على النار.
وهرجع اسخن العدس وخلاص كده الاكل بتاعنا بقى جاهز. ودلوقتي تعالوا نقدمه، هقول لكم هنقدمه ازاي. بصوا، عارفين بواقي العيش اللي بتنشف معانا او تبقى مقطعه او مكسره كده في البيت مكان الساندوتشات؟ العيش ده انا بحطه في الفرن على الشبكه بتاعت الفرن من غير صواني ولا اي حاجه، وبسيبهم في الفرن لغايه ما يتحمصوا يبقوا بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لكم الاكله دي بتبقى صحيه جدا جدا، وكمان احنا بنستفيد من العيش اللي بيكون باقي عندنا بدل ما يترمي، يعني حرام. خلاص كده هنكسره. برضو الطريقة دي في تحميص العيش عايزة اقول لكم صحية واجمل بكتير من ان احنا يعني ندهن العيش ده بالزيت ونحمصه بالزيت. احنا عايزين نخف برضو استخدام الزيت شوية. خلاص كده انا كسرت الكمية اللي انا عايزاها. هجيب الاطباق ودلوقتي هقول لكم على طريقتين، يا اما هتاكلوا العدس بالطريقه العاديه دي، احنا بنغرفه طبعا هو استوى مع الشعريه وبقى زي الفل، يا اما هتعملوا الطبق الجميل ده اللي انا هعمله دلوقتي. بنضيف شويه من العيش اللي احنا حمصناه ده وهنرش عليه من فوق كده العدس، وما تكتروش كتير. بصوا القوام بتاع العدس ده مثالي جدا جدا علشان العيش ما يعجنش منكم، لو كان يعني القوام بتاعه اخف من كده يعني زي الميه، فانتوا خلوا القوام يكون وسط. بحط عليه طبعا الطشة الجميلة دي، وممكن على فكرة نحط منها برضو على الطبق التاني ده اللي ما فيهوش العيش مع طبق المخلل الجميل الانيق بتاعنا ده. طبعا المخللات دي احنا عاملينها مع بعض. لو حابين انزل لكم طريقه اللفت المخلل ده قولوا لي، هنزل لكم طريقته هو والخيار السريع. المهم دلوقتي هنقدمه بالطريقة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. عايزة اقول لكم ريحة الدقة او الطشة الاخيرة دي اللي احنا عملناها بالخل والثوم والبصل، بصوا بتودي الاكلة دي في حتة تانية خالص. يعني لو انتوا بتعملوا العدس بالطريقة العادية بتاعتكم، لا انتوا فايتكم كتير على فكرة. جربوا الطريقة دي، فعلا فعلا مختلفة. تحس انه مش انتوا بتاكلوا عدس، لا تحس ان انتوا بتاكلوا اكلة كده يعني مالية مركزها. ممكن ناكل العدس طبعا بالعيش المحمص كده بالطريقة العادية، من الاكلات البسيطة والانيقة والغنية بالمعادن والفيتامينات والبروتين، اكلة يعني كاملة متكاملة مش محتاجة غير طبق سلطة وشوية مخلل وخلاص كده زي الفل. كمان ممكن تاكلوها بالعيش العادي على فكرة، مش شرط تاكلوها بالعيش المتحمص. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وطريقتكم في العدس. بتمنى من كل قلبي طريقتي تكون عجبتكم وافادتكم. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وفرحوني بقى بلايك وشير للفيديو. بحبكم جدا جدا.